مان يا مان يا حبيبتي، دي شكلها نايمة حبيبة قلبي، زمان الحمل تعبها. اخش اصحيها كده اشوف مالها. تقيل قبل الواحد فيه ده، وكمان معاها مفتاح وداخله وعادي كده. انا زهقت، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الخير يا مي. صباح الخير، عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه يا ستي. هو انت ازاي تدخلي حماتي عليا كده؟ يعني ازاي ادخل عليك؟ ما تخبطي حماتي، افرضي انا في خصوصيات يا حماتي، افرضي انا دلوقتي بغير بعمل حاجه، معلش يعني دي خصوصيات، دي اوضه نومي، مش كفايه معاكي مفتاح شقتي؟ يا حبيبتي انت مرات ابني وبنتي، خصوصيات ايه اللي بيننا وبعد؟ انا ما بديش امي مفتاح شقتي، يبقى ازاي بقى يبقى معاكي انت؟ في حاجه اسمها خصوصيات في شقتي وفي بيتي. يا حبيبتي ده بيتي كله، وابني عاطيني المفتاح عشان اطلع اطمن عليه. وهو عشان بيتك، ثواني بس، هو عشان بيتك وابنك متجوزاه معاكي تروحي تاخدي المفتاح وتخشي عليا في اي وقت عادي؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه اللي يضايقك في كده؟ وانا طالعه حتى اخدمك وطالعه ابص عليكي. على فكره انت لو مكاني كنت اتضايقتي. لا مش هتضايق، بس عشان انت مش مكاني. ده انا هفرح ان حد بيبص عليا. يا سلام، حد بيبص عليا يخبط على باب شقتي وانا اقوم افتح له؟ لان ده بيتي انا، مملكتي انا، مش تدخلي عليا في اي وقت، ما ينفعش. انا هشوف حل مع ابنك في الكلام ده. شوفي حل يا مان، عشان انا خلاص زهقت من حكايه المفتاح اللي معاكي على طول ده. انا مش هسيبك يا مان برضو، هشوفك لحد ما تولدي، هفضل اخدم فيك لحد ما تولدي. كتر خيرك يا ستي، كتر خيرك. ما ضايقتكيش في حاجه يا مان؟ لا كده ضايقتيني لما تدخلي عليا بيتي وشقتي واوضه نومي كده من غير لائحه ولا دستور. يا ستي الحمل تعبني ونايمه مريحه شويه، انت خضتيني اصلا. انا عليكي يا مان، وناديت عليكي بره ما رديتيش عليا، قلقت عليكي. واضح ان مفيش فايده في الكلام، انا هشوف حل مع احمد عشان زهقت من حوار المفتاح اللي معاكي على طول ده. وفيها ايه المفتاح معايا على طول؟ ما طول تاني لو سمحتي يا حماتي بقى، خلاص كفايه كده، تاني هتقعدي تنرفزيني وتقولي لي فيها ايه فيها ايه فيها ايه؟ هو انا كل شويه هقول لك خصوصيات خصوصيات؟ ما تعصبيش نفسك، اهدي اهدي، انا هطلع انضف لك الدنيا بره على ما تفوقي وتروقي. حق عليا يعني؟ انا مش عارفه ايه اللي انا فيه ده بصراحه. هو في ايه يعني؟ ابنها ما يقول لها ما ينفعش كده، ما بيتكلمش ولا بينطق. انا هشوف حل في الكلام ده. تمام، مش عارفه تعملي معايا كده ليه يا امينه؟ انا خايفه عليك والله يا بنتي. والله انا يا انت في البيت ده، استني عليا بس، انا لما يجي ابنك هخليه يتصرف معاكي. هخليك روشك بنفسه، استني عليا. ماشي انا يا انت حماتي. يعني مش الغسيل ده، هي راحت فين الزفته دي؟ دي فين هاتي؟ دي نامت كمان كمان. امال ما هي وكاله من غير بواب، افتح شقتي معاها وداخله وطالعه والدنيا حلوه. اصبري عليا بس اما يجي ابنك انا هنشوف. ايوه يا احمد، تعبانة والله من بدري، عمال اكنس واعمل وابص، امك تقول لي اعملي زي وقت خلاص مش قادره يا احمد، والله مش قادره. طب وانت يعني مبهدله نفسك ليه؟ ما تريحي. انا عايزه اقول لك انا عمال اعمل. يا بنتي احنا عايزين راحتك. عايزين راحتي ايه يا احمد؟ طب ما انت بعت مامتك عشان تخدمني يا احمد، دخلت نامت يا احمد، مامتك نامت على الكنبه. ما نامت عشان بتريح شويه، مش تعبانه طول النهار وبتخدمك وبتساعدك. بتخدمني ايه يا احمد؟ بقول لك يا احمد ان مامتك طلعت يا احمد، هي اللي انا اللي عملت كل حاجه مش هي. بقول لك دخلت نامت على الكنبه، انا لقيتها نامت على نفسها، قمت اروق البتاع. انت عليك معاكي سخنيه وبتخرفي انجاح. معاكي سخنيه وبتخرفي. ها سخونيه امي تعبانه طول النهار، عماله تسايق وعماله تنضف البيت وانت مريحاكي. احمد بقول لك مامتك جت دخلت نامت، ريحت على الكنبه، لقيتها نامت على نفسها، قمت انا روقت ونضفت. انت مش جاي لاقيني تعبانه؟ ده انا ظهري يا ابني اتقطم. امني وغير لما بتطلعها بقى قبل، يعني قبل كده لما كنت كل يوم بتطلعها لي انت، اعملي واعملي 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 الاسم ان هي طالعه تخدمني، وتفضل تقول لي اعملي دي واعملي دي. أم انا خلاص مش قادره. انا امك يا احمد امك، انت عارف انت ما بتشوفش حاجه. انت عارفه انا بقول ايه؟ على مين؟ عارفه يا احمد انت ما بتشوفش حاجه،
مامتك بتفضل اعملي 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 لحد ما خلاص، وهي عارفه ان انا مش ولاده وان انا تعبانه قوي والحمل تعبني من اوله. ومفتاح الشقه بقى لو سمحت لما مامتك دوت ما يبقاش معاها، ما ينفعش كده. مش هم اللي تعمل كده يا ايمان. لا مامتك عملت كده. انا بقول لك انا مش بكذب، هكذب ليه؟ طب يا امي تعمل كده ليه يعني؟ ما اعرفش بقى، اشوف. بتطلعها عشان تيجي تخدمني تروح داخله نايمه على الكنبه. ده النهارده، لكن قبل كده اعملي ده واعملي ده واعملي ده، خلصتي دي خش اعملي دي، وتشوفني بموت مش قادره. لا حول الله يا رب. غير بقى المفتاح يا احمد اللي انت هتقولها، انا ما ينفعش كده يا احمد. لا انا نايمه وبرتاح تعبانه، وهي عارفه من الاقي اللي سرعتني دخلت فجاه على سهوه كده، يعني ينفع الكلام ده؟ انت ترضى ان انا ادي لامي مفتاح؟ طب استنى يا ايمان، طيب نستحمل امي الاسبوع ده؟ ما ينفعش ان انا استحملها اسبوع تاني بالوضع ده، كل يوم الاقيها داخله سرعاني في بيتي؟ لا، وفي حاجه اسمها خصوصيات، ما ينفعش الكلام ده. لا انت دلوقتي حالا تشوف لك حل وتاخد المفتاح من امك، ماليش دعوه. على فكرة، على فكرة انا مش مصدق الكلام ده، بس تاني برضه عشان اللي في بطني زي ما قلت لك يا احمد، تشوف لك صفه دلوقتي حالا بس كده. ما تعمليش معايا كده يا ايمان. يعني انت راضيك اللي بيجرى؟ انا تعبانه، ابنك ده مش ابنك دوت، انت مش المفروض تخاف عليه زي ما انا اخاف عليه؟ بتمرمطني واعملي 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 واعملي. طيب خلاص يا ايمان خلاص، هترتاح يعني لما ناخد المفتاح منها؟ ده اللي هيريحك يعني؟ اكيد. في حاجه اسمها خصوصيات، انا فجاه الاقيها داخله عليا اوضتي، ما ينفعش كده. ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد على فكره. طب هدي اعصابك طيب، وهدي نفسك عشان اللي في بطنك الله يرضى عليك، عشان انا مش مستحمل لوحدي، عشان ما تجيش على نفسك وتتعبي ونجري بيك. اهدي بقى، انا هنتصرف مع امي. ماشي يا احمد، عشان اهدى اشوف لك حل بقى مع مامتك دلوقتي حل. طب خلاص يا ايمان، بطلي كلام بقى يا ايمان، ربنا يسترها. خليني اشوف له حل معاها، مفتاح بيتي يبقى معايا انا. ايه الكلام الفاضي ده؟ ده ما يرضيش ربنا اللي بيجرى ده، ولا يرضي اي حد على فكره. يما يما، ايه في ايه؟ انت نايمه كده ليه؟ تعبت من تنظيف الشقه فنمت غصب عني. ما نزلتيش نامت في الفرش بتاعك ليه؟ انا نمت هنا غصب عني، تعبت من النظافه بتاعت الشقه. تعبت من ايه؟ النظافه بتاعت الشقه. نظافه ايه يما؟ نظافه ايه وانت مرمطه ايمان ومبهدلاه وتخليها تسيق وتغسل مواعين؟ نظفت إيه؟ فين يما؟ ايه بتقول ايه؟ زي ما سمحت يما. سمعت ايه؟ انا مش فاهمه. بتقول ايه؟ بقول لك اللي انت ما بتنضفيش ولا تعملي حاجه يا ام. انت راميه الحمل على ايمان، يعني انا جايبك عشان تخدميها وتساعديها عشان خاطر تعبانه وحامل، تعملي معاها كده يا ام؟ يا ابني انا طالعه ليه هنا؟ ما انا طالعه نضفت لها الدنيا ونشرت لها الغسيل وسيقت وكنست. انت بتكدبي عليا يا ام. انا بكدب عليك؟ اه انت بتكدبي عليا. الله يسامحك، الله يسامحك. كده برضه؟ بص يا امه، في خصوصيات ما ينفعش تعمليها يا امه، معلش يا امه. لما تيجي تخش الشقه يا امه تخبطي الاول، ما تعرفيش هي بتعمل ايه. بعد اذنك يا امه. اخبط الاول؟ اه. فين المفتاح يا حاج؟ الدرجه دي؟ اه. المفتاح فين؟ عندك حق، خد المفتاح اهو. هات المفتاح يا حاج. بص يا امه، اللي انت بتعمليه ده غلط. انا ما عملتش حاجه، انت سمعت غلط على فكره. انا ولا عايز نسمع ولا تسمعيني، انزلي بس تحت في الفرش بتاعك وربنا يسهل، هنبقى نعدي عليك. لو نزلت تحت انا مش طالعه لك تاني. يلا يا حاج بعد اذنك، يلا. معلش. دي اخرتها يا احمد؟ ما انت اللي عملت كده. عملت ايه يا احمد؟ يلا عملت يلا. ايه؟ الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. الله يهديك يا ابني، الله يهديك. هنبقى نعدي عليك يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه يا حم حبيبي، يا حم الله يبارك لك يابا، من عينيا ساعة هنكون عندك ان شاء الله. يا احمد. طيب ماشي يا حم. سلام يا حم، هنكلمك بعدين. احمد بتصوت ليه دي؟ يا احمد. احمد. يا احمد. ايه يا ايمان، في ايه؟ شكلي بولد. تولدي؟ ايوه. الحقني يا احمد، الحقني الحقني يا احمد. طب انا نعمل ايه؟ طيب هنجيب عربيه ولا نعمل ايه؟ لا انزل جيب مامتك بسرعه، هي هتتسلق. امي
ايوه انت خليتيني كلاش ام العصر، هترضى تيجي معايا؟ خلص شويه الكلام ده، خلص انت اللي عليا اي واحده تتصرف. انا مش ما عرفتش اتصرف في الولاده دي انا. طيب هموت، انزل نادي على نقطك. لا دعوتي عليا. هموت الحقوني. طب ام طب مالك كلاش ام العصر؟ يعني هي امي هتيجي معايا في الوقت ده بعد اللي انا عملته فيها؟ حموت الحقوني. والله على عموم برضه هي قلبها ابيض وهتيجي معايا، مش هتسيبني في الظروف اللي انا فيها. انا عارف امي، انا عارف امي. انا هنعمل اللي عليا. تعالى يا فين؟ تعالى معلش يا اما، بص المره دي ما اخش. معلش خلاص يا حبيبي، انا مسامحاك. خلاص ربنا تعبانه اللي حصل المره اللي فاتت يا عم. خلاص انا مسامحاك. طب خد المفتاح، سيبه دلوقتي. طب خد المفتاح، يلا يلا يلا. تعالى تعالى، خش خش خش. في امان. الف سلام عليك حياتي. تعبانه يا حبيبتي. انا متعبه. نتصل بعربيه بسرعه بسرعه. يلا انزل انزل انزل. اسند علي. الو معلش يا حبيبتي، سامحيني. مش قادرة. بسرعة بسرعة بسرعة. يا رب والنبي يا رب بسرعة معايا. يا رب يا رب تسرع معايا يا رب يا رب. أهم حاجة بس العيل يجي سلام يا رب. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب يا رب. أمي استمعني، أنا عارف إن أمي مش هتسيبني. يا رب يا رب تفترها معانا يا رب. ربنا يفترها معاك يا ايمان يا رب، وربنا يخليك لي يا ام، ما يحرمنيش منك يا رب يا رب. يا رب تعال يا ام، تعال يا ام، الحمد لله الحمد لله. خش على الاوضه، خش. تعال انت عشان مولد ما يبردش. تعال خش خش. انا مالك يا حبيبي؟ انا مالك انا مالك بالراحه. انا مالك. ربنا يخليك يا ام مالينا. السلام عليك حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. الله يسلمك. عسل زي ابوها. جميله يا زي امها. انا بتعاركوا من دلوقتي. على مهلك. هتسميها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتسميها ايه؟ هنسميها امال على اسمك طبعا. ربنا يخليك. اسم حلو يا اسم الغاليه. جميل. اه طبعا ربنا يخليك حبيبتي. يخليك يا ماما. الله يخليك. اما انا عايز اقول لك ما تزعليش منه حقك عليا، وانا اسف اللي انا عملته معاكي وسامحيني. انا مش زعلانه، بس يا ريت كل شاب وكل بنت يعرفوا ان الام محدش بيستغنى عنها، سواء وحشه او سواء حلوه، لان انتوا تحتاجوها في اي وقت بتلاقوها. فيا ريت دي تبقى موعظه لاي بنت واي ولد برضو. فاهمني؟ انا اتسرعت يا ام ومعلش، وكان شيطان والدنيا كانت متكعبله معايا، فمش عارف انا عملت معاكي كده ازاي يعني. خلاص حصل خير. امان يا امان. معلش يا ام، ما تزعليش مني، انا اسف. دي موعظة لكل واحدة زيك، ان هي مثلا ايه تاخد بالها من حماتها ومن امها، هتحتاجهم في اي وقت هتلاقوهم. ربنا يخليكوا لينا يا رب. سمع انت يا امان برضه، سيبك من الوشوشة اللي في دماغك ده. ماشي خلاص يا عم. خلاص حصل خير. ده امي بس، وعايزين نربي عيالنا كده، وعايزين نبقى اسرة حلوة كده. يلا هقوم انا اعمل لها حاجة تاكلها، ها، عشان تتقود بيها، وخليها تنام شوية. ماشي خلاص بك، لو بتحبني خلاص. حاضر يا حبيبتي. حاضر. ربنا ما يحرمناش منك. انا قايمه اعمل لها اي حاجه وانت سيبها تنام وتعالى. يلا ماشي. يلا
خد خد بقى بنتك. موبايل ينفع كده يا مان؟ ينفع كده يا مان؟ قعدت تجيلي لي امك وامك وامك، استفدت ايه لما حطيتيني مع امي كده يا مان؟ خليتيني منعت الشقه منها وخليتيني منحتها تيجي هنا يا مان. كفايه اللي انت طلعتيني وحش الدم. احمد بص انا هقول لك على حاجه، صرف النظر عن كل دوت، برضو موضوع المفتاح بيبقى فيه خصوصيه شويه، يعني انت عارف برضو يعني ما ينفعش انا الاقي هو انا عارفه ان انا غلطت ولا انا غلطت. انا معاكي انا معاكي، بس دي امي مهما كان عملت ياما شويه، دي امي انت تشيلها فوق دماغك وتشيلها في عينك عشان خاطر انا. حتى انا ما قصرتش معاك يا ايمان، انا كويس معاك وانت عارف. خلاص ما تزعلش مني، هي زي امك برضه. خلاص ربنا يهدي الجميع يا رب. يا رب يهدينا جميعا ويبارك لك في امان. الله يخليك يا احمد. بس هي طالعه لابوها خلي بالك. لا دي طالعه لي امي برضه. ايوه يا ستي طالعه زي امها، وانت عسل برضه. ربنا يخليك. تسلم يا رب. امان عسل يا اموله. انا عم بص على امي ونيجي. ماشي ماشي.